تولي المملكة العربية السعودية اهتمام كبير بمجال الألعاب الإلكترونية، وهذا المجال له قيمة سوقية تبلغ 3.75 مليار ريال سعودي. واليوم راح نتعرف على قصة شاب بدأ مشروعه في بناء لعبة إلكترونية. فإيش هي قصته وإيش سبب دخوله في هذا المجال؟ راح نعرف التفاصيل أكثر بكل تأكيد، ونرحب بضيفنا في الاستوديو، لكن بعد ما أشوف هذا الفيديو معكم. أهلاكم مشاهدينا من بعد هذا الفيديو، ونرحب بضيفنا بالاستوديو فيصل البليهي، مطور ألعاب إلكترونية. حياك الله فيصل. الله يحييك ويعطيكم العافية على الاستضافة. فيصل، في البداية قبل أن نتكلم عن فكرتك ومشروعك وتطويرك للألعاب الإلكترونية، أبي أعرف متى بدأ حبك وشغفك لهذا المجال، كم كان عمرك؟ في 2014 في أيام الجامعة بدأت التعلم، لا صح، لأني أنا مهندس برمجيات، فوقتها كنت أدرس البرمجة، فكان في لي مجال أدخل للتطوير الألعاب. جميل. طيب فيصل، ليش قررت الاستثمار وعمل مشروع في مجال الألعاب الإلكترونية؟ هل هي مربحة؟ طبعا. لما نجي لو ناخذ بس على النوع اللعبة اللي أنا قاعد أصممها حاليا، اللي هي الجانرة حقت ذات المنظور الأولي، الأسلحة والحرب مجملا، تتكلم على مثلا في أحد الألعاب الكبيرة دخلت 1.3 مليار تقريبا في 2023، هذه الأرقام. فهي مو بس أنها تجارة مربحة، هي برضو أنت قاعد تجيب فلوس من برا، فيعني اللاعبين من كل العالم تتكلم، مو بتتكلم بس على محلي، فهو شيء يفيد البلد وبرضو دخل جميل يعني. صحيح. طب خلينا نتكلم من جانب الأهل، يعني دائما الأهل يشوفون أن الألعاب مضيعة وقت للأسف. صحيح. يعني خلينا نتكلم يوم عن فيصل، كيف أهلك كانوا داعمين لك في مجال هذا أو لا؟ في البداية لا، كان في اعتراضات. يعني أنا صحيح أني مبرمج، لكن أنا يوم تخرجت ما اشتغلت في مجالي، ما حصل لي أني أشتغل كمبرمج. فالأهل كانوا يقولون طيب طور نفسك في المجال اللي أكل عيشك فيه. لكن أنا وش صرت أحاول أني أدي عملي هنا، ومن الجانب الآخر أحاول أطور نفسي في تطوير الألعاب بحيث أني ترضي الطرفين يعني. يا سلام عليك. بعدين يوم شافوا النتائج صاروا منبهرين يعني، وبدوا يدعموني. بس صراحة أنا متحمسة أن أتعرف على مشروعك أكثر، وش اللعبة اللي أنت اشتغلت عليها وطورتها؟ طيب، أنا لعبتي صحارى ستورمز، تحاكي هي الحرب العالمية الثالثة. والقصة يعني أو الثيم حقها أن بسبب الموارد قامت حرب عالمية ثالثة، فأنت كلاعب تبي تعيد السلام. هذا فعليا حرام عليك، نابسين حروب يا فيصل. والله هو يحاكي القصة يعني. متى يعني الوقت متوقع إصدارها إن شاء الله بشكل رسمي؟ بإذن الله إن شاء الله السنة هذه في سبتمبر. طبعا أنا مقسم الإطلاق، اللعبة بيكون على مواسم، فمثلا الموسم الأول بيكون في سبتمبر 2024، الموسم الثاني بتطلع خلنا نقول مميزات الثانية. فصل، يعني ليش اخترت هذه اللعبة بالذات وفكرت انه انت تطورها؟ يعني مجال أسلحة حروب، ما تحس انها سلبية نوعا ما؟ ومن عمر كم مسموح انهم يلعبونها؟ انا لعبتي بلس 18. طيب بالنسبة للحروب، انا يعني كان من الطفولة كان عندي الحلم اني اكون عسكري، فرحت انا صرت العب الالعاب
حقه الحروب. في يوم في احد الالعاب الكبيره وانا قاعد افكر والعب صرت خلاص متيم في اللعبه. قلت ليش طيب انا وش اللي ينقصني اني انا اسوي زيها؟ وعلى الليفل نفسه على الكواليتي انا اتكلم على الجوده حقه ان نتكلم على الغرب مثلا هم اللي ماخذين السوق. فقلت ليش طيب انا ما اقدر اسوي زي كذا؟ وتوجهت على نفس النوع هذا من اللعبه بشغف خلينا نقول بالنوع هذا. لكن انا عندي برضو العاب ترى ثانيه مختلفه مو بس هذه بس لسه ما وصلت المرحله مرحله النضوج خلينا نقول اني اطلقها. طيب تكلمنا عن مراحل اللعبه كيف راح تكون؟ مراحل اللعبه من ناحيه المابس قصدك صح اللي هو يدخل فيها اللاعبين بيكون طبعا هي في مراحل ماخذ الطابع الصحراوي وبرضو مراحل من طابع غربي. انا شلون المميزات حقت الشخصيه هي بتكون في اكثر من مرحله تمام. مرحله مثلا صحراويه هذا باول اصدار هذا ايه في اول اصدار الجو متغير يعني انت في وسط اللعبه قاعد تلعب تجيك عاصفه صحراويه فانت عندك مثلا لازم تغير شخصيتك. شخصيه مثلا تاخذ شخصيه سعوديه مثلا او الجندي السعودي. الجندي السعودي عنده مهاره. المهاره وش هي هذه؟ مهاره انه يقدر يتعامل مع الجو هذا. فكل مرحله فيها شخصيه تقدر تخليك يعني تستفيد اكثر في اللعبه. حلو. طيب ايش اللي يميز لعبتك عن باقي الالعاب؟ طيب هي شوف لما نتكلم على النوع هذا من الالعاب تقريبا مميزات متشابهه تمام. بس اول شيء انا يعني مركز على المجتمع، المجتمع اللي بيلعب لعبتي مركز عليهم. لكن خلينا نتكلم عن المميزات اللي موجوده حاليا. طبعا مميزات كل شخصيه بيكون لها مهاره خاصه فيها. الشخصية هذا خلينا نقول عليها وش هو؟ هو سعودي ولا هو مثلا جندي روسي؟ السعودي مثلا عنده المهارة حقت الإيمان، الإيمان هذا يقلص من إذا مثلا الرصاصة تنقصك 20% يصير للجندي السعودي ينقص 10%. إضافة إلى أنه الدبابات التغير الجوي تدمير المباني يعني تكتيكي. أنا الهدف حقي إن اللي بيلعب يلعب تكتيك. برضو عندي يعني أنا قاعد أحاول أمحور هذه في أحد السيزنز اللي قاعد أفكر إني أنزلها إني أدمج قصص تاريخية وأخليها يعني حالية. يعني مثلا أحد الأفكار اللي جتني إنه زي معركة ديقار إني أجيبها كذا في قصة وأحطها في اللعبة. فأنت قاعد ترسل رسائل برضو تاريخية في اللعبة. مرة حبيت التفاصيل الأشياء التاريخية اللي حكيت عنها. طب خلينا نتكلم من جانب دعم حكومي سعودي. يعني معروف أن الجهات الحكومية السعودية دائما داعمة للموهوبين واللي عندهم شغف. كيف أنت تشوف الدعم للمطورين الألعاب الإلكترونية؟ طبعا ما يحتاج سمو سيدي يعني دعم القطاع بشكل سخي صراحة. وانا صراحه فخور في هالشيء هذا وهذا اكثر شيء اسعدني لان الان فتحت المجالات لنا احنا. يعني 2014 غير ان اليوم. اليوم خلاص اللي تبي يجيك. يعني انا جاني ترى دعم من بس ما كملت يعني على ما ندري وين الخيره فيه. لكن كانت الابواب فعلا مفتوحه. الدعم كان سخي جدا. فيصل ما شاء الله لا قوه الا بالله. الان قاعدين نلاحظ كمية من الشباب إقبال على الألعاب الإلكترونية بشكل مو طبيعي، سواء كان حتى يدخلون مسابقات منافسات حتى فيها جوائز وتحفيز أنهم هم يلعبون. من وجهة نظرك كيف تشوف الإقبال في السابق واليوم؟ طيب اليوم الحين لو نتكلم على 2014 أو الآن الحين الواحد إذا يبغى الانترتينمنت مجملا صار يعني متوجه أكثر للجيمز. والناس أول مثلا كان كل بيت كان فيه ترى بلاي ستيشن أو إكس بوكس. بس الآن الناس بدأوا يتطورون. يعني أنا مثلا لو أتكلم على البي سي جيمرز اللي هم كمبيوترات مكتبية ويركبون فيها ألعاب تغيرت عن خلينا نقول 2000 اتوقع في وقت كورونا هي زادت برضه عن مثلا 2014. 2014 ما يعني ما كنت اذكر مثلا. الان كل واحد من اخوياي اعرف عنده بي سي في البيت. فتغير الوضع اليوم. فالسوق قاعد في زياده.
صحيح. فيصل، كل مجال فيه تحديات، فيه صعوبات. أبيك تتكلمني عن مجال تطوير الألعاب، إيش التحديات والصعوبات اللي ممكن يكون فيها أي لاعب يطور ألعاب، وكيف ممكن يتجاوزها أيضا؟ طيب، يعني أول شيء المعلومة. المعلومة صراحة في مجال الألعاب مرة صعبة. يعني أنا في أحد الأشياء اللي عانيت منها هي تكوين الشخصية اللي في لعبتي. فكنت قاعد أشتغل على أساس مثلاً علم معين أو طريقة معينة في تصميم الشخصية. بعدين بعد فترة اكتشفت أن في شيء ما يقولونه خلينا نقول بيج ستوديوز، استديوهات الكبيرة، واكتشفته بالغلط. يعني في واحد هو اللي يعني مستحيل حتى تقدر تحصل المعلومة. المعلومة جدا جدا صعبة تحصلها. غير كذا أن في أمور، يعني مثلا من أحد الأشياء اللي أنا كنت أعيد وأزيد التفكير فيها، زي ما شفتم أنتم في الفيديو، في أحد الشخصيات وفي وجهه وكذا، فكان عندي مثلا أفكر أنا هل هذا تباهي بخلق الله، هل أحطه، هل لا. في زي مثلا هذه الأشياء صعب أنك تحصل المعلومة، يعني أو أحد يقدر يأخذ ويعطي معك في المعلومات هذه. غير كذا لما نتكلم عن البنية التحتية، يعني أنا قاعد أصمم لعبة مالتي بلاير أونلاين، لاعبين يلعبون مع بعض. فإذا أنا بدخل فلوس من برا، فلوسي قاعدة تروح برضو برا للدفع للشركات حقين ال شو اسمه السحابية، محمد رسول الله، يعني استضافة السيرفر حقي. جميل. فهذه كلها مثلا عندك شركات هنا موجودة لكنها لسه ما دعمت خلينا نقول الديفلوبرز. جميل فيصل البلاهي، مطور العاب الكترونية، يعطيك العافية. الله وشكرا يعافية. لك وشكرا لتواجدك، ونتمنى لك المزيد من التوفيق. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم. مشاهدينا، بعد الفاصل كيف نتجنب التأثير السلبي على صحتنا النفسية خلال المشاجرات.